صباح الخير البنات، صباح الخير، صباح النور، صباح الورد وصباح الياسمين. كيف صبحتم؟ مزيانين؟ صحيحه؟ لاباس؟ كلشي مزيان؟ نتمنى تكونوا في احسن الاحوال يا ربي. اليوم خصكم صبحت على الله بدوره هكا الدور، صبحت الشميشه غادي نعلق الحوايج باش يبسوا لي دغيا. ثم يلا غادي نعمل نشرب واحد العصير، هذوما السكريات ديالي في الصباح كما العاده، يعني يوميا. بعد ما شربنا العصير خرجنا نضربوا شي دويره هايده في الصباح. غادي نفطروا ان شاء الله على برا اليوم. اليوم السبت، الواحد يفوج، الواحد يتبرع على راسو شي شتيتو. هانتوما كتشوفوا الحال شي شتيتو خاويه، حتاج دابا الصباح بكري صراحه. الله في هاد الساعه كانت نقول لكم شي 10 الصباح هيداك واقيله. سمحوا لي، 10 الصباح كانت الدنيا خاويه الصراحه. طلعنا فوقي، هذه هي لكم قهوه اللي غادي نجلس صراحه. طلع عندهم شي تشوروس وشي بورات كي حمقوا يا البنات. اللي ساكن هنا في اسبانيا يجي هنا هادي في مدريد في خيطافي صراحه. طلع فنين هادو هما التشوروس والبورات ديالنا. هذا هو الفطور ديالنا الصباح. اليوم ما دخلنا شي ماكله صحيه، دخلنا غير هادشي هذا بير، ماشي مشكل. شربنا العصير في الصباح، ما كيهمش الانسان يكمل يعني النهار ديالو شي شتيتو يكون مزيان، فهمتي؟ هانتوما كتشوفوا الدنيا غزاله غزاله. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم البيتزا، البيتزا ديالي. هاد المصه هادي بغيت نهضر لكم عليها. هادي جات في كيتباع في ميركادونا، فيها معدله بالزيت د العود، وما فيهاش الصراحه الله كم يعني مواد حافظه، ما فيهاش الحاجه اللي ماشي مزيانه صراحه. الله دي انقى وحده اللي جبرت في ميركادونا. وبغيت نهضركم البنات حتى على هاد مطيشه، فحال الشكل ديال مطيشه عايشه. هذه هي زعما انقى وحده اللي تقدروا تجبروا في ميركادونا، عاوتاني فيها الحاجه معدله بالزيت ديال العود، وفيها يعني داكشي صحي، ما فيها شي واحد بالعاد محفظات ولا يعني داكشي بحال نقول لك انا بحال الخال ولا الزيت يعني عاديه. ولا هذه بيتزا ديالنا عملتها اليوم بالكفيته وشي شتيتو ديال الزويتينات كحولين، ايوا شتي شتيتو ديال الجبينه هيدا. والشومه كتجي رقيقه رقيقه رقيقه، كتجي مزيونه صراحه. الله لذيذه وخفيفه، تاكله كامله والله ما تفطن. وهذه البطاطا ديالنا مقليه، مقليه واقفه. ديك الساعه ان شاء الله نشارك معكم الوصفه ديالها. هذا هو الغدا ديالنا ديال اليوم ان شاء الله، خفيف وظريف. المهم تغدينا وصراحه نعسنا واحد شتيتو ارتاحنا. بعد ما ارتاحنا خرجنا زعما نشربوا شي قهوه هايدا على برا. مع اليوم السبت صراحه الله كيعجبنا نخرجوا وندورو نفوجوا. هانتوما كتشوفوا معنا لا حجر صحي ولا والو، هنا كندورو الدنيا عامره، الدنيا يعني القهاوي كانوا اليوم كاملين عامرين، كانوا يعني بلان بعباد الله، كانت عامره بزاف. القهاوي عامرين، المطاعم هانتوما كتشوفوا هادو كاملين مطاعم، كلشي عامر صراحه يعني. ولكن ماشي يعني يقول لك انا نهار كامل هيدا حدهم. دابا هنايا حدهم حد 9 كيشد الحوانات، ومع 10 كلشي خصو يكون في الدار ديالو، فهمتي؟ حتى شي واحد ما خصو يجي عليه يدور في الزنقه مع 10 الليل. ايوا حنايا ماشي الحمد لله وصافي. اي والله تما كتشوف شو الدنيا شحال عامره، كامله عامره كامله كامله، قهاوي كاملين عامرين، كلشي عامر، مطاعم ما عندك فين تجلس. عينه كنقلب على شي طابله هكذا خاويه صراحة. الله الله ما جبرناها، بقينا طالعين هوادين هنايا، وقهوة اللي كتعجبنا تاهي جبرناها عامرة. حنا باقي كنقلب حتى نشوفو شي حاجة. هادو هنايا جاو مطاعم ديال كيدير كيباب، مطاعم صراحة الدنيا غزالة هنايا بزاف. هانتوما كتشوفو هدا مطعم ديال كيباب، داكشي داكشي مزيون صراحة. الله يعني هاد الدنيا هادي غزالة. تما كتشوف هادي واحد الخاصة مزيونة بزاف، هاد الخاصة وفيها الديوان. هنا واحد بركة كيبيعو فيها تشوروس، راه هي ديك بريركة هادي كيبيعو فيها تشوروس وبور صراحة. الله عندهم غاليين، مرة خرا شريت معانا غير 6 تشريوات بجوج الأورو، والله العظيم إلا بزاف صراحة. الله جاتني. تما كتشوف الدنيا عمرة 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 عمرة. دابا الصراحة فهاد الساعة كانت شي 8:30 هيداك ولا 9، بقال شي شتيتو. إيوا دينا القهيوة، ما جبرناش فين نجلسو في القهوة، ديناها وجلسنا في فواحد البنك، وكان تماك شادي نعملو نهار هيدا ونهار هيدا، ماشي مشكل. نهار آخر إن شاء الله نجبر شي قهيوة ونجلسو فيها، ما
عادي هنايا يعني تجلس يعني تشرب قهوة في البنك وتشوف شي واحد ما كيدار معاك. وهذا كان نهار اليوم، نهار السبت، نهار خفيف وظريف صراحة، الله ما فيه شي بزاف ديال المتاعب، كيعجبني نرتاح. نتمنى يعجبكم الفيديو، شكرا بزاف على المشاهدة، وربي يخليكم كاملين.